في الحقيقة لا ننسى اختطافنا في يوم 7/4/2011، حيث اختطف منا 13 شخص من عيلة ببريدعة، عائلة واحدة، وتعذبنا ورينا الكثير إلى أن حن علينا ربي سبحانه وتعالى في يوم 22/8 بأن النصرة الربانية وتحرير طرابلس وتحريرنا احنا ورجوعنا إلى وطننا سالمين غانمين فرحين. فالحقيقة لا ننسى هذه الفرحة ورجوعي إلى عملي الحمد لله في هالمزرعة. درنا شوية حيوانات كرام الله السامعين والحاضرين، وحيينا الأشجار مرة أخرى بعد أن قربت أن تموت. فيا أخواني ويا أخواتي، ما يضيعش دم الشهداء هباء، وما يضيعش الجرحى والمفقودين هك هباء. فاللي نبيه منكم تتجهوا إلى مكاتب تسجيل الانتخابات وتسجلوا وتشاركوا في الانتخابات. لابد أن تسجل ولابد أن تشارك. ما عادش تعاود لنا اسطوانة الطاغية الأول. لابد أن نختار رجل مناسب في المكان المناسب حتى نتمكن من استرجاع حقوقنا، وحتى نتمكن إن شاء الله بقدرة الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى نتيجة طيبة، وأن نرقى ببلادنا إلى أفضل وأفضل وأفضل وأفضل، وحتى شبابنا يتمتعوا بهالدنيا ويتمتعوا بهالحياة. والله يحفظ ليبيا حرة موحدة، والله يحفظ يا شبابنا. كن إيجابي وصوت، لازم لازم تصوت. يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي.